تحية مجددة لكل انضم لمتابعة برنامج في حدث المساء، وأيضا لدينا العديد من الفقرات المتنوعة والمتميزة كمان. ولكن قبل الدخول يمكن للفقرة الثانية، يمكن أحداث كثيرة يمكن قاعد تحصل في السودان، حاجات مختلفة جدا، لكن احنا الظروف الاقتصادية، أيوة الظروف اقتصادية والوضع صعبة ضاغط. جدا. لكن نعم اول حاجه حنمشي في فقرتنا دي، انا بحب نعم اشياء ما بقدر اجلها يا سيف. تمام خلاص الفقره دي نخش، ما ممكن في تتاجل، مشكلة. بعدك نشوف القادم. تمام فقره شعريه بامتياز، من احب الفقرات بالنسبه لي. انا بكون مبسوطه جدا يعني لما يكون في زول بيكتب شعر او نثر يجي يكون قاعد كده هنا، انا بكون مستمتعه بالفقره جدا، وانت عارف الكلام ده. أكيد طبعا، وللشعر يمكن ظروف كثيرة، والشاعر ابن بيئته، طبعا والبيئة دي بتورينا حاجات كثيرة جدا. دايما ما أنا لما أسمع شعر، يعني ما لازم بتستهواني، يعني الحاجة اللي بتستهواني الكلمات، يعني الكلمات، كلمات الشعر، وبحب أسمع عن البادية كثير. فنحن عندنا شاعر ونسمع منه، حنسمع منه الكثير والكثير. عبد الرحمن علي الملقب بيوت شابلو، أهلا وسهلا بك، منورنا في مرحبا، الاستديو. الله يحياك الله أستاذ. سعيد جدا، وإن شاء الله نقدم حاجة تليق بالأدب الشعبي. نعم، بداية أنا عاوز أعرف واتشابلو اللقب من وين؟ اللقب ده له علاقة بالجدود ورا. عندنا جد لينا ورا اسمه شابلو. قصة طويلة حقت الإشهار الاسم وكده، نعم. فأنا رجحت الحاجة القديمة دي، لقبت بنفسي واتشابلو. أنت اللي لقبت نفسك من الناس؟ لا أنا الصفحة عبر الفيس كتبت فيها واتشابلو انتشر اللقب وانتشر بانتشار الاسم. الشعر. نعم نعم طيب، انت من الريف الجنوبي او من مواليد الريف الجنوبي، وزي نعم ما قال سبق قبل شويه الشاعر ابن بيئته. نعم حدثنا اكثر عن المنطقه وعن مدى التاثير عليك وعلى كتاباتك. طيب، المنطقة بتضيف لك كثير والله، فيها حاجات، خصوصا الريف فيه حاجات في المدينة ما متوفرة، دي اللي بتديك هي الدافع انك تقدر تكتب، مثلا الطبيعة، الغنم، يعني الحاجة اللي واضح كده قدامك انت في المدينة ما طول بتحصله. بمدك بالإلهام. أكيد أكيد بتقدر من عبره تقدر تنتج حاجة كده كويسة. هل لفخ لأنه الشعر في البادية أو الشعر في القرى مميزين أكثر من شعر المدينة، أو عندهم يعني كلمات أعمق أو أقوى؟ أكيد أكيد طبعا، لأنه الزول الدوبيت بالذات، يعني إذا ما زول عاشر البادية ما بيقدر يتصنع تصنع. فنحن اللي فينا جزء من البادية زي ما بقولوا، لكن ما عاشرنا البادية بكل تفاصيلها، عاشرنا فيها الحاجة البسيطة لأنه ولدنا طبعا في الريف الجنوبي. نعم جميل جدا. طيب أكثر حاجة بتكتب في شنو؟ يعني مثلا بتكتب في البدح يعني، ولا الغزل، ولا بتكتب في شنو أكثر حاجة، ولا والله الدوبيت؟ اتطرقت لكل ضروب الشعر ممكن كتبت فيها، ولسه لا زلنا تلاميذ يعني في بحور الأدب. لكن كل ضروب الشعر كتبت فيها، الغزل، الفخر، الحكمة، وبمرحلة ثانية الغربة كتبنا أنت فيها كنت الشعر. مغترب؟ أي كنت مغترب طبعا، الاغتراب ده يعني بيعكس حاجات كثيره جدا، وفي أكيد. الاغتراب هنا يعني كلماتك الحقيقيه بتظهر، صح، لانه انت بعيد من بلدك. ايوه، لانه فاكيد بتجسد لك حاجه ذاتها، انت واقع هناك معيش خلف الحاجه الموجوده عندك انت هنا. بكل التاكيد. نعم. طيب نسمع طيب، اول اديك في الفخر. مما قمنا لعاداتنا ما تنكرنا، شكرون الخلوق بفعالنا ما شكرنا، نحن ونحن يوم في فارغة ما فكرنا، فوق نجمة ترية قعدنا وتحكرنا، صفات فينا ما بتلقاها وين ما تكوس، صدق وأمانة عزة من قديم موروث، غير مرق الأصالة ما بتهبش السوس، محل ما نمشي يا بت اللخاب الروس، عيننا ملانا في حقيرنا ما بنعاين، وفي هاد الدنيا ما بننهان أبد لكاين، فينا البستر الكاشفات وليه نصايل، لكن أصله ما فينا الصعوبة الخاين، وكل قبيلة فيها حدارة، ما نبراننا السلطة وشموخ ونضارة، وسام الذكرى يا ترى بل بهز بطارة، أي قبيلة فيها اللي بيستحب جدارة، العز في القبائل من قديم مشهود، ما بيحتاج له لقصة ودروس وشهود، قدر ما تقول بتكرم، وفي المحل بالجود بتلقى البكرم الناس دون عنه مجهود، مما قمنا شفنا الزول حدار وقبيلته، فوق اكتافه بيستعزى وبشيل شيلته،
في الشين والسمح يا هل بتبقى كفيلته من بعض الله صح تضيق بتعد الميلتو وعندي خوال بحل حلو ليل لبت تنحلى بقلهم قجة كان الضيف عليهم حلى الحدب البعز مروبة يا عبد الله قال قال انقلايلا غير ناف تنقلى وعندي عمام غضرهم في ضمير معلى بها دربيح انتبع الفواحش وضلى في الواجبات دي ما بنعاب حاشا وكلا فاضل غوم ضعيف اللي بشر ما انزلى وعندي اليوم ملاقات الضيوف بنطربوا بيقابلوك ببشاشة وللسلام بنكربوا قصدي خوالي يا سيادة الممت تنزربوا ديدان كر ويوم العركة ما بنقربوا عندي السيف ونلصفوا للفقر كبار وعندي النظمهم بلسم كسور جبار عمام البعوث ونجيضة مو بوبار ملوك عمام البعوث ونجيضة مو بوبار ملوك قارة وصغيره اللي الدرب خبار ما بنقول سوانا ضعيف ونحن قوايا ولا بنخلي عطشان نمشي حيدنا روايا أسأل عننا التاريخ رواية رواية بيوريك نحن ناس سلطة ومسيد ودوايا العين دهلي عندك والتعالي بضر والبحفظ مغام الناس مؤكد حر ضقنا فزعنا للعزايت وقالت كر ضقنا فزع رجالا سابت ما بالتر صلاحا بنرشد للرفيق وندلو بنوقر صغيرنا وحاشا ما بنزلو مظلوم ناس ونحجاه ونفشش غلو كاتل الرقبة من حكم الشنق بنحلو ما بنقول سوانا ضعيف ونحن عزاز ولا بنقول حجمنا متين وغيرنا قزاز في المجلس نولي صغيرنا يا محزاز تواضع فينا شان ما نهمش اللفزاز في المجلس نولي صغيرنا يا محزاز تواضع فينا شان ما نهمش اللفزاز يا سلام يا سلام يمكن دي صفات الشعب السوداني اغلب الشعب السوداني نعم صفات بالضبط. الحماسه والفخر بتنطبق عليه تماما بالضبط بالضبط موجوده داخل كل قلب سوداني يا بالضبط سلام. كل جانب ابدعته بصراحه جميل جدا طيب عندك تعامل مع فنانين يعني بهذا الشعر طبعا كثير من الفنانين يمكن بيحبوا الشعر الحماسه والفخر فعندك يعني تعامل مع بعض الفنانين لا والله ما سبق لي لسه مع فنان نعم. ولكن انت نفسك ممكن والله انا ما ياداب تلميذ في الادب ده يعني لسه ما وصلت المراحل اللي انت بتقول عنها ياداب نحن شوي شوي نتعلم الادب ده بحور واسع طبعا اذا ما اتمكنت فيه ما بتقدر تسمي نفسك شاعر حتى تمام حتى الآن انت نفسك منو مثلا يغني بشعرك منو نفسك انت منو اللي يغني بشعرك من الفنان والله اديك يعني حاجه انا بشوف يعني الغنى اللي بغنوا الفنانين انا ما قاعد اكتبه لانه انا زول بكتب دوبيت فمن الصعب اني انا اكتب لي حاجه الزول يقدر يلحنها لكن في كم فنان يعني بسيطين على قلتهم في فنانين بغنوا شعر الدوبيت وبطريقه سليمه وبنطق سليم تمام والله شيء لكن بس انا ما حاجه زي درس ما اضطر اي حتقتنع مع مرور الوقت ان شاء الله طيب استاذ عبد الرحمن حدثنا اكثر عن شعر الاخوانيات اول حاجه ورينا المصطلح معناه شنو وحدثنا عنه اكثر طيب الاخوانيات الاخوانيات ده طبعا باي زول في الدنيا دي بيكون عنده اخوان وهي زول بيكون خاوة لكن المواقف هي اللي بتثبت لك منو أخوك ومنو ما أخوك عشان كده الزول لازم ينقي أخوانه تنقيها والمواقف هي اللي بتثبت لك منو أخوك ومنو لا نعم اللي بيلموا معك الزمن ده, ده ما يسمى بشعر الأخوانيات هي دي صفات الاخوانيات بالضبط اما صفات الاخوانيات اكيد الأخوانيات. عندك نماذج للاخوانيات والله عندي نعم نعم خلاص طيب نسمع برضه ما لكن خلينا بديك منها جزء دار على رجلك شويه على الغربه ايوه الاخ واجبك واللي بمسك يمس سرك يحفظ شينك من خلافك يدسه رفيقك وعه من درب البلاوي وكسه لا ترفع له حسك ولا هو يرفع حسه الله فزع كان الهم عليك الدلة روحك روح وين ما تروح مقامك علا الله درجة يوم سيف الخصيم انسلى والله عافية كان دخلت فؤادك علا الله بركز الخواه وين ما يميل والله شان أخوه كم بشوفه قليل إن جارت بك الدنيا وعدمت الحيل نوم نوم عافية وتذكر وراك زميل في هذا زايل خاويت اللي بحبه شكاري وعاشرت البدون هنتاه دليل أفكاري
الحدب البخود النار يصفح كاري جنيات عزة ما فيهن عبوبا كاري خاويت بحق القوة مما قاموا قصدها للنفوس في العوج ما عاموا نقيت النقاوة الحاشة ما بنضام وتركت في الجوار لا بلوم ولا باللامو خاويت بصندوق كان وقع من حيلك بجوك طرابة ما بتغاب عزل بجوك طرابة ما بتقاب عدل أدوة ميلك بعزو خوة قبال ما يظلم ليلك فوق ظهر مدبر قيح بشيل وشيلك ضرب الخوة مو ساحل مثل مكفاكر ضرب الخوة ما بدور الخصيص الماكر نقل مني يوم الحرب صف العاكر الحدب البقيف ملوك وقعد جواكر الحدب البقيف ملوك وقعد جواكر احنا المفروض نحيي اخواننا الاشقة والماشقة في كل لهم التحية بعد الكلام ده لهم التحية جميعا. طيب انت عبد الرحمن شايف انه في الفترة الاخيرة الشباب كلهم بقوا دايرين يتغربوا ودايرين يسيبوا البلد فانت عانيت من الحاجة دي وجربتها وجيت راجع فما عارف انت حتقنعهم بحاجة انت حتقولها لنا ولا كيف؟ والله ما بقنعهم انه يقعدوا هنا يستقروا في السودان ولا بقدر اقنعهم انه ما يسافروا ده زول حقيقي جدا اي زول هاجر برا السودان عنده اسباب خلته انه هو يهاجر صحيح. فالتحية من هنا لكافة المغتربين في كافة بقاع الارض وزول الغربة عايش باللهيب ولهيب وزول الغربة في اللمات دي ما له نصيب زول الغربة كيف ارتاح وامره عصيب دام الشاقي والحزان بقتله قريب زول الغربة يا سائني حاله كئيب زول الغربة عمره شباب وراسه بشيب نهاره بقد واقع في المحن تضريب والليل من يجيه بجيه بالهضريب زول الغربة يا ابو عريب بيموت وقاف عشان ما يجيب له زرة عيب قدر الدنيا ما تبلاه في الليب بيوريك فيها صبرا يحير السرديب زول الغربة محتار فكر يوت مشغول هم الدنيا ما لدواخله عرض وطول زول الغربة من كتر الويع والهول حزينا بيكتم الحسرة وبيحلى الحول زول الغربة يا خي الله أتعب زول حسسا حاس ما ظنيته تاني يزول غير ما إنه من روقة وفرح معزول بدس وجاعه عشان ما يقلم اي عزول زول الغربة بالظاهر يقول متعاش بيحاول يدسدس الأحزان ويقول لها خاش لكن في حقيقة المر يقول يا كافي متقشط وجايع وقوم حساير ضافي زول الغربة شغفه على عقابه كثير بنوم شايل همومهن خايف التقصير بيفرح يوم تجيه اخبار بتحكي الخير ويقلق يوم عليهم شي قليلا يصير زول الغربة بيمسي عليل وهم متكايت ليل وقضي حسرة وبيها بيصبح بايت غير زهج وكتر شغله ومزاجه جايد بمد ايده وبيسالم الناس ويهويت فايت جيت الغربة بأحلام ليها وزنا وقيمة إلا تراها جيتك في الحقيقة ظليمة كان خطوك في نفود علمك الخيمة عقبان تكره الغربة معجاج لا ديمة العجب جيت عليه بداوي دب شاقيق بخلي تراب عجاجة خلاوي قبال صيحة الديك ليك بطق العاوي لا بخليك تهجس ولا بجيب قضاوي نعيما في الشمال عددا بنط المية تعبوا شغلوا ما بضاح لك الماهية بيتلوك منهن وجعا كثير ما شوية دك كانت سلم من حمة المالطية ونبذة صغيرة عن حالة الحفيرات عامة منطقة فيها أنواع المخاطر لامة من كتر المخاوف وزعزعات الطامة يسبوع فيها نفسك ما بتقعد ياما جينا الغربة طمعا فينا جوع ما جابنا جينا نحقق أحلام البطن وجابنا جينا نطوف وندعي البركة في إنجابنا جينا نشوف مدينة الخير نزيد إعجابنا حليل الرجعة والروقة وزمن جلساتنا يا حليل الليالي اللي فيها كان ونساتنا من لوم الحديث ما بيفوت همساتنا بنكتم نحنا وجعنا وندس مأساتنا الأغدار مسطرة والرزق هو ساقنا وراضيين بالبكدب المولى حتى نعاقنا الزمن القبيل فرقنا من عشاقنا بكرة بلمنا ولحظات تملى أعماقنا ترى هالدنيا جارت والأيام دكتنا عكس مواجهة وجات كريم فكتنا حظوظ الحاجة نامت والغدر سكتنا نصبر غاية لامن تنفرش شبكتنا نصبر
هاي سلامي تنفرش شبكتنا، وده جزء بسيط من المعاش اللي بيعيش الزور المعاناة اللي بيعيشها المغترب. يمكن وانت حسيت الحاجة دي، كتبت الحاجة دي وانت مغترب ولا ايوه انا في الغربة؟ انت كتبت الحاجة دي هناك؟ أيوة كنت حاسب الحاجات دي كلها؟ اكيد اكيد، ده الواقع اللي بلاقي اغلب المغتربين هناك يعني ما كلهم هم مرتاحين، تجسيد حقيقي للواقع، كلهم فيهم جزء متشاقي تعبانين. جميل. فطيب نحن برضو نسمع عن الغزل، برضو كتبت عن الغزل انت؟ ايوه. فاكيد نسمع برضو، ما في مشكله. طيب. الطير المهاجر والمقيم في بلادنا، منك بسعل وبسعل صغار اندادنا، جيراننا ومعارفك والبسوك النقصادنا، لا جابونا خبرك لا حديث فادنا، قعاد الغربه والهم والسفر يا فلانا، لا نصانا ريدك لا عليك غلانا، تراه الحال تغير ومطرة المحلانا، وترانا رجعنا وتداوت عقول ضحلانا، ليالي الفرقة طالت وبالحزن عمتنا، والأشواق وراك جوا القلب دمتنا، ظروف الدنيا دارت ورجعت نمتنا، واللحظة السعيدة الليلة بيك لمتنا، تراها الدنيا بتشيل إلا تاني بتدي، والأيام بتفتح لك دروب من سدي، 3 سنين والنيران علي مشتدي، وما شفته هبدت وانبسط لا حدي، 3 سنين وضايق ابن الوطن من طرحة، زيد ليه انقمح حروحنا قبيل من برحة، 3 سنين وكبزنا من فراق من جرحة، من شفناه وهم نزال وجاتنا الفرحة، شفته وقلبي دقة والألم صاب جسمي، شفته وانبدلت وعقلي ود الرسم، شفتك وشفت ديسك والرماد قال خشمي، خفت عليك من عين الحسود تنقسمي، شفت الليلة يا خلق الله جيدا باهي، شفت النور ومن نور الكواكب زاهي، عقلي كان نصيح الليلة قنب ساهي، مما شاف كنبم بالطبيعة ولاهي، ريتك لو معاي ما كنت يوم عانيت، ولا كان قلبي نص الليل بدل للنيت، أنا يا فرحة العمر اللي علي طليت، تجيني الطام كان من نظرتك مليت، نقول العرض فوق شتم النحاس القحة، والله الناير خلقة ومن وسط من لحة، أنا يا فرحة القلب الملام بالوحة، مما شفت شخصك جسمي فاقد الصحة، ما قايل بشوفك وبنبسط واتكيف، ولا قايل بجيك ومني ديك بتضيف، زولك يا المعاك صعلوا بيوت ما تهيف، بضحك عادي لكن جوا كبد تليف، شربنا الجبنة والبسمات عقب عادت لي، والعجب العجيب يوم بالاسم نادت لي، غنى وشواقي ليها صاحبي ما فادت لي، عادت تاني بالطرف الكحيل بادت لي، بقينا طرابة والحزن المقنطر فاتنا، كيف ما نطرب أبو الفادني والروح جاتنا، بعد بعد المدلل وسيل وجع دمعاتنا، ليالي سمرنا عادت ورجع السلواتنا، ليالي سمرنا عادت ورجع السلواتنا. سلام. زولتك دي عارفه الكلام اللي انت كتبته فيها؟ اكيد تكون عارفه. التحيه لها من هنا، وشكرا لك جدا عبد الرحمن علي واتشابلو، شكرا على الاشعار الجميله دي، وشكرا على الكلمات الرصينه، وشكرا لحضورك اليوم معنا. الله يديك العافيه استاذ، وشاكر لكم جدا للإطلالة، وإن شاء الله نكون قدمنا حاجة أكيد يستفيدوا منها. شكرا لك كثير. مرحبا.